السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم لغة ناتورال. لاباس عليكم؟ كلشي بخير. اليوم غادي نقترح عليكم حلقة نهضر فيها على واحد الحبة من الحبوب، الحلبة اللي ما كنستعملوهاش يوميا في الطهي ديالنا. واحد الطريقة اللي كنستعملها انا عندي في المنزل كتخليني كنستعملها يعني في جميع الطبخات بدون استثناء تقريبا. دونك الحلبة هي معروفة عند جميع السيدات في جميع دول العرب. دونك هاد الحلبة هي يابسة، هي عندنا الحلبة البلدية اللي كيكون اللون ديالها شوية غامق، وفيها الحلبات الكحلين، يعني هاد الحبات الكحلين بزاف، هادو ما تلحوهمش. دونك هانتوما الحلبة البلدية، هانتوما كتشوفو اللون ديالها. الطريقة دونك كيما تعودتو معايا تقريبا ان جميع الحبوب كندير لهم ما يسمى بلا بخي جيرميناسيون، يعني تنبيت، يعني كنبت الحبوب. وهذا النهار غنتكلموا على تنبيت الحلبه. دونك الحلبه كناخذ واحد المقدار، مثلا خديت انا هنايا واحد زلافه صغيره، كنكون يعني نقيتها من الاحجار ومن الشوائب، وكنغسلها مزيان عده مرات. ومن بعد كنخليها واحد 8 ساعات منقوعه في الماء، يعني ماء نقي، حبه لو كان ماء ديال القله. دونك 8 ساعات بالنسبه لهذا النوع من الحبوب، لانها حبوب صغيره كتنقع في الماء، ويعني ملي كتفوت داك المده ديال 8 ساعات كنتحصلوا على الشكل النهائي، كتنفخ وكتولي الحبه نتوما الحبه ديال الحلبه منتفخه وكبيره. وكنحطها هكا في واحد الاناء، اما ديال الزجاج ولا ديال الطين، المهم ما يكونش اناء من الاينوكس او الالومنيوم اللي كتقدر تتفاعل مع الماده اللي كنبتو. نخليوها بحال هكا، نتوما كتشوفوا عندي فازكه، هي فازكه، وديما الايدي ديالنا ملي نبغيو يعني نبتو ونديروا هذا الشيء اللي ما يدنا يكونوا نقيين بيان سور. كنخليها بحال هكا وكنغطي عليها اما بابيض، شي ثوب نقي عندكم. وكنبقاو مثلا حنا في فصل الصيف كنبداو نغسلوها ثلاث المرات في النهار، يعني نغسلوها في الصباح نقطعوها من الماء ونردوها في الطبسيل. وهاد الطبسيل بيان سور هاد الاناء هاد الصحن لا تاهو كنغسلوه غير بالماء، يعني بدون ما منظفات كيماويه. وكنعاودو نردو ليه الحلبه ديالنا، عاود مع فتره ديال الظهيره كنغسلو الحلبه ونستقطروها ونغسلو الاناء ونردو ليها. وفي الفتره ديال يعني ديال في الليل قبل النوم. دونك ملي كيكون الحال بارد، مثلا ملي غيدخل الحال بارد في الفصل الخريف، نحتاجو غير مرات حتى جوج مرات، كتبان لنا الحلبه يعني الحبه بدات كتنشف من الماء، كنعاودو يعني نغسلوها بالماء ونقطروها. دونك الحلبه يعني من الحبوب اللي دغيا كتنبت، يعني يومين تقريبا كتخرج النباته ديالها. دونك حنا ما غرضناش باش نبتوها يعني تكون النبته ديالها كبيره، غرضنا باش يعني نستعملوها، يعني تبعوا معايا الفيديو. دونك غير غتنبت غنقول لكم شنو غادي نديرو بها. دونك هاد الطريقه هادي كتخلي الناس اللي كيتفادوا ماشي يتناولوا الحلبه، كيجيهم يعني الرائحه مجهده ولا المذاق ما كيعجبهمش. بهاد الطريقه هادي تاكدوا بان حتى الاطفال ما يحسوش بها في الحساءات في الطبخات ديالكم، يعني كتدخل يعني بدون ما يحسوا بها الناس اللي كيتناولوها. وبيان سور الفوائد ديالها ملي كتنبت حديث ولا حرج، يمكن لكم تبحثوا الا بغيتوا، غير انا ما بغيتش نطول الفيديو. المكونات ديالها سبحان الله كتضاعف المئات المئات، ودونك غير تنبت ان شاء الله نعاود لكم الشكل ديالها. النهار الثاني حصلنا على هذا الشكل هذا، شوفوا كتشوفوا خرجت النباته ديالها. دونك غنخليها لغد اليوم في الصباح ان شاء الله، اليوم الثالث ان شاء الله غنغسلوها ونشوها مزيان ونوريكم كيفاش غنخدموا بها. الشكل ديالها باش تشوفوا حنا ما غايتناش بها باش تنبت طويل، دونك غتخرج شويه النبته ديالها ونخدموا بها. نتمنى يكون واضح ليكم. من بعد ما دازت يومين ديال التنبيت على حتى كتصفانا مزيان، خاصها تستقطر مزيان، شلناها مزيان بعد يومين. ودونك غنقطعوها مزيان ونشفوها مزيان من الماء بشي ثوب، وداك الساعه غادي نشعلو اما الفرن الكهربائي اللي عنده الفرن الكهربائي. الا كنا كنطيبو الخبز، يعني كنطيبو الخبز تنساليو ونطفيو وندخلو فيه الحبه ديالنا المنبته
أرادنا بها غير تنشف، ماشي نسخنوها ولا نحمروها ولا هذا، تنشف باش نقدروا نطحنوها. اللي ما عندوش الفرن يعني كنكرروا هذه العمليه يعني واحد يعني يومين تتنشف، نحسو بها نشفات وديوها بيدنا كتولي يعني كتقسم. ولا اللي ما عندوش الفرن الكهربائي يدير، اللي ما عندوش الفرن الكهربائي يسخن فراح ديال الطين حتى يسخن مزيان، ويحط فيه الحلبه المنبته ويطفي الفراح، حيت الا خليتو الفراح شاعل والطين كيشد السخونيه غادي تحرق لكم الحلبه، وحنا ما غردناش باش. دونك كنسخنوه مزيان وكنطفيو وكنحطو فيها وكنخليوها عاوتاني حتى كنحسو بها بردات، عاود نقومو بنفس العمليه نشعلو ليه ونسخنوه مزيان ونعاودو نكونو زولنا الحلبه بيان سو حطيناها في شي صحن ونعاودو نردو عليها الحلبه. يعني كنكرو هاد العمليه يعني ما كتاخدش بزاف ديال الوقت، كنكروها نقدروا نكروها ثلاثه غير جوج بعد المرات كتكفي، حيت كتعرفوا الحلبه راه النبته يعني رقيقه صافي. وكنحيدوها يعني ما كنخليوهاش فوق البوطه، دونك هذا هو السر. دونك ملي غنشفها غنوريكم كيفاش شنو غنديروا. هاي ديال الحلبه بعد ما نشفناها من الماء، دابا كدير هاد الصوت هذا لانها يعني صبحات جاهزه باش نطحنوها، كدير هاد الصوت يعني بانها صبحات جاهزه باش نطحنوها صافي. ما غردناش باش نحمروها غير كنشفوها فقط. دونك نطحنوها في الطحانه ديال التوابل ونخزنوها يعني في قرعه ديال الزجاج محكمه الاغلاق، وكمسا كنحتفظوا بها وكنوجدوها للفصل البارد باذن الله. يعني وجدوها بهذه الطريقه يعني ما غتحسوش بالمذاق ديالها للناس اللي ما كيبغوش الحلبه، وتا بالنسبه للرائحه باذن الله. دونك كنتمنىكم توجدوها بهذه الطريقه، وعندنا ان شاء الله وصفات عده بالحلبه اللي ضروري خصنا ندخلوها في النظام الغذائي ديالنا وخاصه النساء والاطفال. الشكل النهائي ديال الحلبه ديالنا المطحونه هانتوما كتشوفوا داك الكميه عطاتنا ديال الحلبه، عطاتنا هادشي وراه كيدي لينا هادشي يعني تبارك الله، راه ما كنحتاجوش شي كميه كبيره باش ندخلوها في الطبخ ديالنا. دونك هي عندنا نتوما كتشوفوا شتي بالقشور ديالها وكلشي كنستافدوا منها بلا ما كنكونوا يعني طبخناها، يعني غنشفناها فقط ليسهل طحنوها. فوالا شكرا على المتابعه والى الملتقى في حلقه قادمه باذن الله.